أهلا بكم. البداية مع العناوين. بعد قرار عدم الدفع سندات لبنان تتراجع إلى مستوى قياسي منخفض. تقييم بر إيجابي وجملات غير مرتاح لكلام دياب. كورونا يقطع أوصال العالم، السعودية توقف السفر إلى لبنان. الثانية والربع بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تتابعونها أيضا عبر موقع otv.com.lb ومن خلال حساباتنا على مواقع التواصل. عكس رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمام زواره تقييما إيجابيا لما أعلنه رئيس الحكومة ووصفه بالجيد، مع أنه كان في الإمكان أن يتوسع أكثر في موضوع الكهرباء والسرعة في معالجته. وأكد بري بحسب ما ذكرت صحيفة الجمهورية أنه لو تم اتخاذ خطوات وإجراءات وقائية قبل الآن لما كنا قد وصلنا إلى ما وصلنا إليه، علما أننا لطالما ندينا بذلك في مناسبات عديدة وعلى طاولة الحوار تحديدا. وفي أي حال فإن ما هو ملح اليوم هو أن يترجم ما أعلنه رئيس الحكومة بخطوات سريعة وضمن مهلة لا تتعدى شهرا أو شهرا ونصف، وإن لم يحصل ذلك فستكون له انعكاسات سلبية على الحكومة وعلى البلد. لذلك المطلوب الآن إجراءات وإصلاحات عاجلة تحصن البلد اقتصاديا وماليا، ويجب أن تلمسها الناس. أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أنه بمعزل عن قرار عدم سداد سندات اليوروبوند، فإن خطاب رئيس الحكومة حسن دياب يخلو من أي محتوى، مشيرا إلى أن دياب اتهم الأحزاب التي كانت في السلطة خلال الفترة الماضية بأنها مسؤولة عن الأزمة، فيما بعض هذه الأحزاب جزء من حكومته. وقال جنبلاط لصحيفة لوريان لوجور كان بإمكان دياب الإعلان عن بعض إجراءات الإصلاح خصوصا في قطاع الكهرباء لكنه تجاهلها، ولفت إلى أن رئيس الوزراء محاط ببعض الضباط السابقين الذائعي الصيت في الفترة السابقة بالإضافة إلى التيار الوطني الحر، وشدد على أننا في المعارضة وهذا النظام أصبح أكثر شمولية، معربا عن مخاوفه من الذهاب نحو اقتصاد موجه كما في الأنظمة الشمولية، وقال هذه مجرد بداية من خلال البنوك. وإذ أكد أنه ليس بموقع من يدافع عن هذا النظام المالي القائم، أوضح جملات في معرض ذكره لأسباب الأزمة الحالية أن مصرف لبنان كان مضطرا إلى إقراض الأموال إلى دولة مفلسة، وختم بالقول الفئة الحاكمة ستصبح أكثر قساوة لتقود لبنان إلى الشرق المجهول بدلا من المحافظة على التوازن بين الشرق والغرب. أكد النائب طلال أرسلان أنه عندما يسقط النظام السياسي كما سقط عندنا منذ سنوات وليس الآن، لا يمكن أن يتم إنقاذ أي شيء يمت بصلة إليه. وقال عبر تويتر: يجب أن لا نتأمل بإنقاذ في القضاء أو في النظام المالي والاقتصادي لأن المرض في الرأس، وهنا لا أقصد الرأس في السلطة لأن نظامنا الفاشل القائم على حماية الفاسدين والمفسدين هو منظومة متكاملة سمح لها هذا النظام أن تبنى على مدى سنوات شجعها لأن بنيته في الأساس ضعيفة قائمة على اللألأة والانقسامات العنصرية المذهبية والطائفية الضغينة التي فسدت الأرض ومن عليها. وأضاف إرسلان لذلك: إذا كان هنالك من إصلاح حقيقي فيجب أن يبدأ بوضع الأصبع على الجرح، وإلا سنبقى ندور في حلقة مفرغة تسهل على من يريد اصطيادنا والتربص في مصيرنا أن نكون لقمة سائغة له ولمشاريعه المشبوهة. وفي بعبدة اهتمام لرئيس الجمهورية بمجمل ملفات الساعة. الرئيس عون استقبل في السياق رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب، وجرى عرض للأوضاع العامة في البلاد. تراجعت سندات لبنان الدولارية إلى مستوى قياسي منخفض جديد بعد أن أعلنت الحكومة يوم السبت أنها لن تدفع ديونا يوشك أن يحل أجل استحقاقها. وانخفضت عدة إصدارات ما يزيد عن 7 سنتات إلى مستوى منخفض عند 17.5 سنت في الدولار وفقا لبيانات ترايبود، ومع سندات بقيمة 1.2 مليار دولار يحل أجل استحقاقها اليوم الاثنين، فإن إعلان لبنان يمهد الساحة لأول تخلف لها عن سداد ديون سيادية.
أكد وزير الصحة حمد حسن أن فيروس كورونا هو في مرحلة الانتشار المحدود لا العام، قائلا: لبنان وبالرغم من كل الضغط والكلام عن الفيروس لا يزال من بين البلدان المتوسطة من حيث عدد الإصابات بكورونا، وهو أمر جيد، ويعود ذلك إلى ارتفاع منسوب الوعي بين اللبنانيين، ما يساعد كثيرا للحد من انتشار هذا الفيروس. وأتحدث عن حالتين حرجتين، واحدة للرجل المسن الذي يعاني من أمراض مزمنة ومستعصية، والثانية للحالة التي نقلت من مستشفى المعونات في جبيل والتي تأخرت في دخول المستشفى علما أنه كان يتلقى علاجا منزليا بالمضادات الحيوية. وقال حسن في حديث إلى إذاعة صوت كل لبنان: عندما نقول أن هناك حالة واحدة مجهولة المصدر مصابة بكورونا، فهذا يظهر الشفافية التي وعدنا بها. ولفت إلى أن تضارب المعلومات يحصل بفعل الحملة العشوائية وغير المنظمة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تربك الرأي العام، طالبا التواصل مع الوزارة في حال تسجيل أي حالة في أي مؤسسة استشفائية خاصة. وعن مصير المدارس والعام الدراسي قال حسن: إذا التزمت البيئة الثانية بالإرشادات الجدية أسوة بالبيئة الأولى وتراجع عدد تسجيل الحالات في الأيام المقبلة، يبنى على الشيء مقتضاه. وفي الإجراءات الرسمية، أجل رئيس مجلس النواب نبيه بري اجتماع الأربعاء النيابي واجتماعات اللجان على اختلافها، وإغلاق مبنى مكاتب النواب بغية إجراء عملية التعقيم اللازمة لمدة أسبوع من تاريخه. وفي سياق الإجراءات الخاصة بكورونا أيضا، أعلن سفير السعودية في لبنان وليد البخاري في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن السعودية قررت إيقاف الرحلات الجوية والبحرية بين المملكة ولبنان والدول التي تم تعليق السفر إليها باستثناء رحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية. عدوى أقفال المدارس تنتقل إلى أكثر من دولة في العالم، وفي فرنسا تسجيل إصابات 6 في البرلمان بالفيروس القاتل. أعلن مدير مركز الإعلام في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني أن وفقاً للنتائج المخبرية، فقد تم خلال الساعات 24 الماضية تسجيل 595 حالة جديدة مصابة بكورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في إيران إلى 7161. ولفت إلى أن توفي خلال الساعات 24 الماضية 43 من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المتوفين بسبب هذا الفيروس إلى 237 شخصاً. وفي سياق متصل، أوضح التلفزيون السعودي أن المملكة ستفرض غرامة تصل إلى 500,000 ريال على من لا يعلنون معلومات صحيحة عن صحتهم لدى دخول البلاد. إلى ذلك، وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة القطرية أن انتشار فيروس كورونا ما يزال محدودا، وقمنا بفحص أكثر من 3500 شخص، وأكدت أن عدد المصابين بالفيروس 18 حتى الآن، وتم إجراء الحجر الصحي على المخالطين للمصابين. بدورها ذكرت وكالة الأنباء أن البلاد أعلنت تعليق الدراسة في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة لجميع الطلاب اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، وذلك في إطار الجهود والإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا وحرصا على سلامة الطلاب. وفي إجراء مماثل، أعلنت وزارة التعليم في السعودية أمس تعليق الدراسة في جميع مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والفني اعتبارا من الاثنين. وفي فرنسا، أعلنت السلطات ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجمعية الوطنية إلى 6 حالات بعد تسجيل إصابة نائب رابع وموظف ثان يعمل في قصر بوربو مقر الجمعية. وأوضحت الجمعية أنه تم عزل المصابين وتم وضعهم في الحجر الصحي للحد من انتشار المرض. أمنيا، تمكنت استخبارات الجيش من توقيف رجل هدد بتفجير نفسه على أوتوستراد الجنوب قرب مقام النبي ساري، وظهر الرجل في مقطع مصور وهو يرفع يديه عاليا وسط بلبلة وانتشار كثيف للقوى الأمنية. هاي مباشرة شباب واحد يفجر حاله، ويا هلأ عوصوا عليه ووقفوه على جنب الطريق، وقف بنص الطريق رافع أداه. بيفجر حاله. النشرة انتهت. للمزيد تابعونا دوما عبر فيسبوك وتويتر واوتيفي.com.lb. إلى اللقاء.